نعطيهم بسطلات حلوين مالحين. هذه واحد البسطيله جات غزاله بزاف، ما غاديش نشكرها لهم بزاف حتى يجربوها وردوا علينا الاخبار. درتها بسطيله مالحه حلوه بالمذاق ديال الطاجين بالبرقوق، يعني فاش كتكوني كتاكلي في ديك البسطيله بحال اللي تتاكلي في شي طويجين ديال اللحم بكري ولا معزي بالبرقوق معسل معسل. وغادي نعطيهم دينام ازياتيك بالدجاج، دينام بالكفته والخضره، غادي نعطيهم بسبوسه بالقشطه المطبوخه بالطريقه الشرقيه اللي جات زوينه بزاف، غادي نعطيهم ياغورت، دجاج مقرمش. السيده كيطلبوا منا الرايب، الرايب القياس الرايب وسهل من اسهل ما يكون اقتصادي ولذيذ، غادي نعاودوا نقدموا لكم. الياغورت ديال اليوم زوين بزاف، نتمنى يعجب السيدات ويجربوا حتى هذه الوصفه. ومرحبا بكم، مرحبا باسئلتكم دائما عبر رقمنا الهاتفي وعبر الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك. غادي نبداو اول شيء، غادي نبداو بالبسطلات حلوين، هادو كيجيو حلوين مالحين. كيف ما قلت لكم هادو هما البسطلات اللي بالمذاق ديال الطاجين ديال اللحم بالبرقوق. غادي نحتاجو كيلو ديال الكفته، من الاحسن ناخذ الكفته تكون ريجيم شويه ما تكونش فيها الشحمه بزاف ولا تكون فيها الشحمه قليله. دونك غنحتاجو كيلو ديال الكفته، غادي نحتاجو 4 ديال البصلات كبار، تقريبا واحد 400 غرام ديال البصله بيضاء، غادي نقطعوها رقيقه، من الاحسن قطعوها بالقطعه اللي كنقطعوا بها الربيع. غادي نحتاجو 200 غرام ديال البرقوق يابس، غادي نحيدو ليه العظم ونرطبوه في شويه ديال الماء بارد ونخليه حتى يفزك شويه، عاد نقطعوه طريفات صغار. 100 غرام ديال الزبيب نرطبوه حتى هو في الماء، 150 غرام ديال اللوز مفسخ ومحمر ومهرمش، ولا نقدروا نديرو اللوز كونكاسي محمر، معلقه كبيره ديال العطريه ديال المروزيه، شويه ديال الملح، شويه ديال الزعفران شعره. غادي نسخنوه وندقوه ونرطبوه في واحد جوج معلقات كبار ديال الماء. غنحتاجو شويه ديال البزار الابيض، الا ما كانش نقدروا نعوضوه بالبزار الاسود، يعني راس معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال السمن، جوج معالق كبار ديال العسل، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت البلديه. نعاود لكم المقادير، كيلو ديال الكفته بلا شحمه ولا تكون فيها الشحمه قليله، ونقدروا نديروا حتى الفيلي ديال اللحم في هاد لاغوسيت كيجي زوين، يعني نقطعوا الفيلي ديال اللحم نقطعوه طريفات بحال كيف ما كنقطعوا اللحم ديال الشاورما. 4 ديال البصلات كبار، من الاحسن تكون بصله بيضاء، تقريبا 400 غرام ديال البصله، 200 غرام ديال البرقوق يابس نحيدوا ليه العظم ونرطبوه في شويه ديال الماء، 100 غرام ديال الزبيب يابس مرطب في الماء، 150 غرام ديال اللوز مفسخ ومحمر ومهرمش ولا نستعملوا اللوز كونكاسي، معلقه كبيره ديال العطريه ديال المروزيه، شويه ديال الملح، شويه ديال الزعفران شعره، شويه ديال البزار الابيض، معلقه صغيره ديال السمن، جوج معالق كبار ديال العسل، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت البلدي. الطريقه في المقلاه، كناخذوا مقله تكون غارقه شويه وتكون ثقيله، كندير نص كاس ديال الزيت وكنخليها حتى تسخن الزيت مزيان، كنزيد البصله وكنبقى كنشحر في ديك البصله، البصله كتكون قطعه رقيقه كيف ما قلت لكم كنقطعها بالقطعه ديال الربع، وكنبقى كنحمر فيها حتى كتولي ليا ديك البصيله دوغي، يعني فريمون كطيح. كنزيد عليها الكفته وكنبقى كنشحر في ديك الكفته، تكون العافيه مجهده شويه باش ما تطلقش لينا الكفته الماء باش ما تفزكش ليا البصله، وكنبقى كنشحر في ديك الكفته كنشحر فيها حتى كتبان ليا طابت نص طيبه. كنزيد عليها الملح، كنزيد الزعفران شعره، البزار، السمن، وانا كنحرك دائما على عافيه مهيله حتى كتقرب توقف الحشوه ديالي. كنزيد الزبيب مفزك في الماء، كنزيد البرقوق اللي قطعناه رقيق برقوق يابس، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت البلديه، وكنبقى كنشحر حتى كيبان ليا هذاك الزبيب والبرقوق اندمج ليا مع الكفته ديالي. في الاخير كنزيد جوج معالق كبار ديال العسل، كنحرك مزيان، كنقص العافيه وكنخلي ديك الحشوه ديالي حتى كتعلق ليا مزيان وتوقف وما يبقاش فيها الماء، كنخليها حتى كتبرد تماما خارج النار، يعني صافي طفينا عليها وكنخليها كتبرد تماما. وحتى كنبغي نعمر عاد كنزيد اللوز محمر ومهرمش، وكنعمروا البسيطلات ديالنا
عادي يعني كيف ما قلت لكم دائما الجهة الملسة كتكون من التحت والجهة الحرشة كتكون كتشوف فينا. كنقطعوا الورقة ديال البسطيلة على ثلاثة. كناخدوا دابا راه كاينين واحد سوينيات صغيورين فيهم تقريبا واحد 6 سنتيم هما اللي عمرت فيهم انا. كنديروا جوج مثلثات متعاكسين وكنعمر البسطيلات ديالي باش يجيونا مقادين. وان شاء الله غادي نصور لكم فيديو ديال كيفاش نطوي البسطيلات باش يجيونا مقادين ويجيونا ملمطين.